بعد الفصل الغنائي نواصل مع دكتور وليد الصفار اللي هو باحث ودكتور في جامعة في هونغ كونغ. دكتور وليد، طيب باش نرجعوا للصفر، باش نرجعوا لنشأتك في القروان. انا نعطيك انا على شنو هو الغايه من السؤال هذايا، باش حتى المستمعين التلامذه الطلبه والاولياء يفهموا الغايه من البرنامج هذايا. هو انه اولادنا اللي خرجوا اللي نجحوا في الميادين العلميه يعني عاشوا في مدارسنا، عاشوا في معاهدنا، من بعد تبعوا مسار معين حتى لين وصلوا للشيء اللي وصلوا له، المراتب العلميه العليا اللي وصلوا لها. انا ماذا بيا نعرف الابتدائي مثلا وين قريت، كيفاش كانت انتاجك، من بعد الثانوي لو كان تقدم لنا المسار هذايا نتاع الطفوله وبدايه الشباب. انا لما دخلت صغير شويه، دخلت عمري 4 سنين ونص، دخلت نقرا في مدرسه غرب القيروان في حومة السيد، قريت 3 سنين في حومة السيد، وبعد مشيت لمدرسه الاسوار حتى لقيت السيزيام في مدرسه الاسوار. من بعد مدرسة الأسوار التحقت بكوليج لانكس معناتها 2 مارس، قريت 3 سنين في 2 مارس، ومن بعد أول ما حل معهد دار لامان من الأوائل اللي قريت في معهد دار لامان، قريت 4 سنين في معهد دار لامان، وخذيت باك عام 97. هذا هو معنا باختصار. كيفاش كانت إنتاجك في الابتدائي والثانوي تقريبا؟ والله بصراحة معناتها باش نكون صريح، ما كنتش لون، ما كنتش ديما لون، معناتها كنت بارمي لي بريمير وكاهو، ما كنتش لولاني، وما معناتها كنت من الخمسه الاوائل ديزون، ما اون جينيرال من الخمسه الاوائل. نتاجي معناتها في القريت انا حتى معناتها باك 97 يعني سيزيام عام 90 يعني هذاك هو 15 معناتها قبل ما عادش مش كيما تو معناتها 15 14 15 كنت اون جينيرال موين 15 يعني في حتى السيزيام 15. في السكوندير كيف كيف يعني كانت يعني كان بصراحه كان فم برشا تلامذه باهين معناتها، كان فما كومبيتيسيون في لانكس وقت اللي قريت يعني كان فما برشا تلامذه يعني مستوى دراسي ممتاز، يعني كان فما كومبيتيسيون بيناتنا، كنت هذاك هو مره الاول مره الثاني مره الخامس مره الرابع، يعني ما كنتش ديما الاول يعني بصراحه يعني في الفتره هذيك مثلا في الابتدائي وفي الثانوي، هل كان ثم الزام العائله انك تقرا او انك كنت يعني بمحض ارادتك تقرا، او كانش ثم ضغط من العائله في الفتره هذيك؟ والله بصراحة ما في العمر واحد ما كان صغير ما كانش يعني ما بيزون حتى الكوليج ما كانش فما ضغط، بس بيان سور فما ضغط من العائلة من الوالد بالأخص، من الوالد كان معناتها يركز برشا على الدراسة وكل شيء، هو كان يخدم في معهد 2 مارس بالقيروان يعني كان ديما لاهي بيا من الصباح نمشي معاه اللابوراتوار، كنت نقرا من 8 ل 10 نقعد معاه في البيرو نقعد ونقرا ومن بعد نمشي نقرا. كان يعني الويل كان بصراحه كان يلزمني باش نقرا، وانا كنت كما الناس كل ما نحب نلعب ونحب نتفرج على الكوره، كنت نحب نخرج لبرا يعني ودي. كما الناس كل يعني ما شو كنت تعمل يعني بالتوازي مع الدراسه يعني في تقريبا في الثانوي مثلا ولا ما كما اللي تكون يعني في النشاط الرياضي مثلا؟ ما كانش الوالد كان يعني مركز مع الدراسه 100%، ما يحبش معناتها بالنسبه لي هو كان عمل رياضه ودراسه مش تلهيني على قرايتي، دونك حتى كي كنت انا نحبه يقول لي ليه، دونك فما نوعا ما شويه كان صعيب في الامور هذيا. ليه كنت نحب معناتها نتفرج على الكوره وكهو، ما كنت معناتها مغروم بالرياضه لكن ما نمارسش الرياضه، مغروم بنتفرج على الماتشوات وكهو يعني ما فهميش. شو من الماتشوات معناها الشبيبه ولا؟ كنت شبيبه وبرشلونه. طبعا هذوما الاثنين. هذوما الاثنين. باش نسالك سؤال ربما بصفه عامه حتى تنجم تجاوبني، معناها مش حتى تجاوبني على حالتك انت يعني الخاصه، هل انه المستوى الاجتماعي المادي نجم نقول للعائلة عنده تأثير على الانتاج نحكي وقتها، لأنه عنده تأثير على انتاج التلميذ؟ هل أنك تعمل دروس مثلا لأنك قريت في ولا بصراحة الدروس ما عادش تو خاطر كل شيء مش كما تو كما قبل، معناتها ما نجموش نزيد نعاودوا تاع قبل كما تو، ما كنتش نقرا دروسات يعني قبل، كانوا فما دروسات في الانكس يعني في بعد من 5:30 للـ7 كان فما دروسات، ولا في اخر الجمعه يعني نتاع نسيت معناتها ما حكايه بسيطه معناتها نقراو اخر النهار معناتها في اخر النهار ولا ما يوم نهار السبت في بالي مره شويه، كاو ما كانش فما دروس بريفي يعني قليل، عملت مره بركه ماتيماتيك اللي في
لينكس. ومن بعد في الباك عملت في الباك عملت درس وقت مات وفيزيك مش واحد يكبس. ما كانش في مدروسات يعني ما كانتش يديرجة برشة الدروسات. مش بالكثافة يا رواني. لا مش كما تو يعني مات وفيزيك. أنا نفكر مات وفيزيك ما كنتش نقرأ مع الدروسات بار مات وفيزيك. أنا عمل باك مات دونك مات وفيزيك. إذا لي في الباك كان صدقني ربي كان في الباك عملت درس مات وفيزيك. قبل ما كنتش نعمل دروسات بالكل يعني. واضح. كانش عندك في العائلة أو في المحيط متاعك يعني إنسان اللي تتمنى أنك تولي كيفه؟ ولا كان عندك مثلا كنت تتمنى أنك تولي طبيب أو شغل معين كنت تتمناه ولا وانت صغير إذا تذكر بطبيعة؟ والله بصراحة كانش عندك هدف. ليه ما كنتش مغروب ما بصراحة مش كون معك صحيح. ما كنتش عندي هكا مهنة نحب نخدمها. ما كنتش معناتها مشني مغروم لا بالهندسه لا بالطب لا حتى معناتها كنت باهي في القرايه اسكو ما عنديش حاجه في مخي واضحه ما نحب نعملها ما معناتها كنت باهي لكن ما عنديش اوبجيكتيف باش نقرا اكزاكتومون كنت نقرا هذاك علاش انا حتى كنت نحكي لك على التجهيز الجامعي نوعا ما بيزار يعني حطيت ميدسين تونس بعد ياشو سي كارتاج بعد ميدسين سوسه بعد ميدسين صفاقس معناتها كيكا نوعا ما بارازار مشيت قريت في اش سي كارتاج معناتها كنت نجم نعمل ميدسين كنت نجم نتبدل حياتي كامله معناتها بالضبط هو صراحه باش كون معناتها مش حاجه باهي نحكي فيها توا معناتها ما كانش فما توجيه ما كانش فما التوجيه من ناحيه اني ما عنديش جيتي با بيان انفورمي معناتها على المستقبل وكنت باهي يعني كنت نصور حتى قريت ميدسين كنت ننجح معناتها بالنسبه لي عندي كاباسيتي انتلكتويل تخول لي باش نقرا ديزون ميدسين ونقرا انجينيرا ولا نقرا ما معناتها كنت نصور روحي ننجح هكا هو اش كيف شنو نحب هذيك حكايه اخرى ما كنتش مغروم معناتها بحاجه هكا مغروم بها انا ريت دكتور وليد كي تتحدث انت تو بالطريقه هذه انا متاكد انه العديد من الطلبه اللي هم اليوم في تونس والعديد من الاولياء اللي عاشوا تجربه اولادهم يلقاو رواحهم فيك انت معناها عاشوا ربما نفس التجربه نتاعك وربما شاركوا في التوجيه وطلب كان يتمنى التوجيه الاول او الثاني او الثالث لقى روحه في التوجيه الرابع يعني مش نهايه العالم معناها لقيت روحك في ما شاء الله يعني معناتها كانت بالنسبه لي لهم دارنا صدمه كيفاش عملت ايش سي كارتاج معناتها ممكن يتمنوني طبيب لكن ما كنتش نحب نكون طبيب صراحه يعني ما كنتش معناتها بالنسبه لي انا كنت نحب خدمه مرتاحه شوي معناتها نوعا ما كنت نحب خدمه مرتاحه ما كنتش كنت معناتها نحب روح استاذ جامعي بار اكزومبل لا ما حكوش نحب طبيب كنت هكا نحب خدمه مرتاحه في شويه نسافر معناتها عندي عطله كنت هكا نحب شويه وقت ما نحبش اللي مشني النوع نحب ديما هكا نخدم مش النوع هذاك انا هذاك معناتها نحب اوكي خدمه باهيه ستاتي سوسيال باهي معناتها فلوس سافا لكن ما نحبش نهار كامل نخدم هذيك الحاجة اللي خلتني نبعد نوعا ما على الطب فهمت يعني فيها برشا خدمة ولازم ديما تكون حاضر دونك ما كنتش مغروم برشا بالطب معناتها بصراحة واضح باهي توا بعد الفصل الغنائي الثاني باش نتعداو لمرحلة الجامعة باش نحاولوا نشوفوا المسارك يعني في الجامعة شنو هي المدن اللي والكليات اللي درست فيها المدن والكليات اللي درست فيها نتحدث شوي على البحث الجامعي نتاعك يعني شنو هو المجال اللي تشتغل فيه شنو هو البحوث اللي قمت بها يعني الى اخره يعني نتعرفوا على مسارك الجامعي والمهني بعد فاصل موسيقي.